مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نفت مؤثرة كارولين عن وجود أي صلة تربطها بقضية المتاجرة بالبشر، معتبرة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، فيما كشفت عن وجود علاقة بعض المؤثرات في جريمة الاتجار بالبشر من خلال تقديم إشارات إلى مدينة دبي وتركيا. تتصل بي الناس اللي تبقى أنه خرجت قصة مؤخرا، قال لك كاين مجموعة من المؤثرات راهم يتاجروا ببنات الناس، يدوهم لدبي يدوهم لتركيا، وذكر ماشي نذكر اسمي في القضية، قال لك لا هذه الإنسانة ما يعني أنا ماني دخلة في هذه القضية، يعني أنا عندي حاجة خلاف زعما راهم حابين يبحثوني فيها، واللي عنده شي حاجة يحطها من التالي، أنا خارجة كلش معكم طايطين. أنا بالشيشة تاع راجلي كي طهرتها جبتها حطيتها لكم لايف، لذلك حبيت نقول لكم شكرا شكرا شكرا. أنا ما عنديش علاقة مع هذا الشيء اللي راه صاري، كيفي كيفكم راني نسمع. هذا الشيء عنده شوشرة من أشهر قبل، ولكن الله يسهل عليهم، اللي يدير شي حاجة كاين السلطات تتحرك، كان قانوني حاسب الله يسهل عليهم. لذلك حبيت كامل أي واحدة تقلقت عليا نشكرها، يعني حبيت نطمنكم، درت لكم لايف فقط حبيت نطمنكم بلي أنا ما عندي حتى أي شيء يربطني بهذا القضية، حدي حد روحي. أنا إشار كي نشوف فيه شوية تعريسك نجبد روحي، ما ندخلش قاع روحي في هذا الأمر، حاجات خفاف إشارات خفاف، وإن شاء الله بربي السلطة تتحرك في هذه القضية، والقضية سيبلي لحساب المعلومات كاينة منها، وربي يهديهم وميزوا بعقلكم يا ناس، ماشي غير واحد يقول لك كاينه رحله كاينه فندق كاينه، غير تروحوا تدمروا لوحكم. وهذا واش نقول لكم، يهديهم ثاني الطفلات اللي تجيك فيزا وتروحي بالساهل، خمي بعقلك، اوكي راكي فوق قانون الدوله ما عندها ما ندير لك، مي خمي بعقلك، الباطل يبطل يا بنات الناس، ما كاش حاجه باطل، ما كاش راهي موك تحزدك على النعمه اللي يعطيها اختك، وتحزدك على راجل امك، وتحزدك على راجل يعطي لك حياه من خير حياه امك، لكن حابه البراني يعطيك فيزا ويسكنك ويدير لك لي بابي، ربي يهدي ما خلق. لعرض اعلاناتكم على باخت باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب، واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.